السلام عليكم متابعي الاوفياء، مرحبا بكم اليوم في فيديو ديال الصولد مترو 60 جوج ونص قياس ديال مترو 60 جونس. بغيتي ديرها زربيه مرحبا، بغيتي ديرها كاش تابي اللي غتغطي لك على الزربيه مرحبا. بالنسبه للثمن ديالها 199 درهم. شوف معايا الموديلات، 199 درهم. ترى الموديل الاخر دونك كاينين هاد لي 4 موديل اللي غتشوفوهم معانا. دونك اللي بغى شي وحده هما لوينات فيهم زوينين، اللي جا المحل غياخدها 199 درهم لابياس، وبتوصيل 250 درهم، يعني 50 درهم ديال التوصيل توصلك حتى لباب الدار. فمرحبا بجميع، بقاو معنا في الفيديو. راه كاينين واحد 3 موديل في الزربيه البلديه، راه تبارك الله راه كيسخفوا، يعني كندوي على واحد الزربيه اللي العقده ديالها شارجي والعفطه راه ما نعاودو هضره. هانتوما تشوفوها معنا وبقاو معنا. ثلاثة ديال الزربيات اللي غنوريكم اليوم، ما نوريكمش بأربعة خمسة ستة سبعة، ثلاثة الزربيات، ولأني اللهم بارك كل زربية يا زربية. شوف معايا الديزاين تبارك الله، شوف معايا يعني الخدمة ديال الزربية كي دايره تبارك الله، والبيسيوغ ديالها زربية راه وازنة كتشدها من هنا، كتعرف راه أوريجينال من الوقفة ديالها، ماشي كتشدها من هنا وطيح لك من هنا وتعاود طيح لك تاني من هنا. حنا كندوي على زرابي تبارك الله راه كيسخفونا، واش بغات حد زربيه مزيانه وحد زربيه مولاي اللي غادي يعني غاتجيك في الصالون، غاتجيك في الصالون كيف ما كنقولوا روعه، وتعطيك الشوفه وحتى في لونتروتيان مزيانه، والبيسيغ واحد العفطه واعره. انا نوصيكم واحد الوصيه للكليان ديالنا والكاتيجوري اللي غطلع عندنا، الناس اللي كيتقداو زربيه ب 120 درهم غطلعوا تولوا تاخذوا زربيه ب 230 درهم، 240، 250، 280، 320 درهم. نعطيكم واحد الوصيه، اي زربيه حطيتوا فيها صباعكم بحال هكا وصلتوا للجوط ديالها اللي هو هاد الظهر، وليتوا كتمسوا بحال هكا وكتحسوا بالجوط ديالها، عرفوا راه خاويه، راه الثمن ديالها راه كيستاهل. دونك 150 درهم مترو ولا 120 درهم مترو، يعني راه الثمن ديال هذيك الزربيه، يعني كل حاجه والبري ديالها. شوف الزربيه اللهم بارك، ديزاين صوره وصوت، فرش يجوا عندك الناس ويسولوك مع ما خديتي هاد الزربيه. وبالطبع مع عند اخ تابي، فمرحبا بالجميع وبقوا معنا. شوف معايا الديزاين عاوتاني، كدوي على زربيه اللهم بارك، ديزاين صوره وصوت، ها ثلاثة الزربيات من هادو، راه الله يجعل شي بركة، راه بحال الترينيتي اليوم. كندو على زرابي أوريجينال، الناس اللي عندهم ليسباس وكيبغيو زربيات يفرشوهم في الصالونات ديالكم، يعني حنا كندو على زربية لونتخوتيان ديالها، والريحة ديال الزربية كتشم باغفان ديال الزربية بحال شي بوكان جديد، يعني كتاب بحال هادشي كتشم الريحة ديال الكتاب، ماشي زربية اللي غتصبنا وتعطيك ريحة ماشي هاديك ودات نسلك وعفطة الله روب. هنا كندو على الإيراني بصنع تركي، شي حاجه روعه. بالنسبه للطابي الاولى 250 درهم المتر كاري، هذا البخي اللي كياخذوا به الناس، والناس جداد يتابوناو، وكنقولوا على البخي ديال هذه الثانيه هذه 320 درهم المترو، دونك كندوا على ديال 450 درهم على مارك ديالها، يعني اللي بغى شي بياسه في هذو قرفهم قياسات حتى 3.5 في العرض والطول اللي بغيتي. دونك هادو الديزاينات واللوكات جداد، وبقاو معنا الزربيه الثالثه اللهم بارك. شوف معايا الديزاين تبارك الله، زرابي روعة، جوج شوفات والأوريجينال بالطبع، يعني كدو على دوريجين. شوف معايا الزربية تبارك الله، اللمعة ديالها ولونتخوتيان ساهل وفيها جميع القياسات، واللي بغى شي قياس مرحبا به. لونتخوتيان والديزاين والمتر كاري حاليا كنا دايرين ليه 230 درهم، ويبقى ب 230 درهم الحباب ديالنا، يعني ما نقصوش فيه 230 درهم باش يبقى لكم المتر كاري ديال هذا الموديل هذا اللي عند اخ تابي. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، والتوصيل راه مجاني لجميع المدن، يعني حنا ما نقتصروش، حنا غير ورينا الكليان ديالنا. الناس اللي كيتقداو عندنا راه عارفين هادشي، بالنسبه للناس اللي كيتقداو ديال 120 درهم طلعوا النيفو شويه، عوض ما تاخذ جوج زربيات في عامين هكا تاخذ زربيه كضرب لك 5 سنين 6 سنين، هذا هو الفرق. فمرحبا بالجميع، ما تقولوش لنا في الاشتراكات، ومرحبا بكم.